رقص المشاهير في حفلة خطوبة حمودي ولمى، شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو راح يكون مع لانولين محمد وأخوهم مصطفى، فمصطفى قام بتنزيل بوست مع أخته لانا في حفلة خطوبة حمودي ولمى، وتلقى مصطفى تعليقات كثيرة من طرف الجمهور اللي علقوله ليش ما تصور كمان مع لين وهل لين البطة السوداء. بعدها ظهر مصطفى في ستوري هو عم يتغزل بجمال أخته لين. نمر أيضا إلى رقص المشاهير في حفلة خطوبة حمودي ولمى، حيث ظهرت ترى الورا وهي عم ترقص مع حماتها، وأيضا ظهرت كمان وهي عم ترقص مع لانا محمد. أما العرسان ففاجأوا الجمهور برقصة مميزة، والعريس حمل العروس. أيضا الجمهور شاف إنه في تشابه كتير كبير بين فستان لانا محمد وفستان سارة الورع، وشافوا إنه في تقليد بينهم. فشو رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. بحبكم وبشوفكم بالفيديو الجاي.